اهلا وسهلا بيكم، انا معتز هاني ودي قناه كتب وسينما. في حلقه النهارده هنتكلم عن مجموعه افلام يعني العناوين بتاعتها اصبحت جمل شهيره جدا، او حتى ان هي استخدمت بطريقه علميه، او اصبحت مثلا مصطلح موجود في القاموس المعاصر. فساعات من كتر شهره الحاله اللي موجوده في الفيلم، سواء مثلا حاله شخص مختل نفسيا بطريقه معينه او كذا، او القصه نفسها، فاتشهرت بطريقه كبيره فخدوا اسم الفيلم نفسه واصبح مصطلح مهم بعد كده. اول فيلم معانا هو فيلم سينجل وايت فيميل، ده سنة 1992، وزي ما شايفين كده معانا في يعني قاموس من القواميس بيقولك ان المصطلح نفسه بيكون ان هو يعني معناه حد بيحاول يقلدك او يقلد تصرفاتك لدرجة التعقب، شخص مجنون بيك او مهووس، وده مبني على الفيلم بنفس العنوان، حتى ان ليه مصطلح كده او اختصار SWF اللي هو سينجل وايت فيميل. فبيقولك من ساعة الفيلم والمصطلح ده بقى خلاص بيوصف نوعية من العلاقات فيها خداع معين، او في العلاقات مثلا الرومانسية، او في السايكولوجي بيقولك ان هو بيكون disorder معين، بيكون يعني بيوصف حالات تكون انتي سوشيال، او ان هي يعني سلوكيات معينة معادية للمجتمع. وده اللي كان موجود في الفيلم، هي كانت شخصية يعني قصة الفيلم نفسه عن واحدة أجرت المكان بتاعها بحيث ان حد هيشاركها في المكان، فجت واحدة طبعا هي الشريكة ليها بقى في السكن، واصبحت مهووسة بكل حاجة في حياتها وسببت لها مشاكل رهيبة في هذا الفيلم. فمن ساعة بقى الفيلم ده واتشهر المصطلح كتعبير بقى عن الشخصية اللي ممكن تكون تقرب منك بطريقة معينة، تبدأ تخش في تفاصيل حياتك وتبقى مهووسة بيك وتسبب لك كوارث في حياتك. زي ما شايفين هو بيقولك المصطلح زي ما قلنا اللي هو الاختصار SWF، بيقولك ان هو من ساعة سنة 1990، طبعا كانت رواية اللي هو اتاخد عنها الفيلم بعد كده في سنة 92. بعد كده فيلم مهم جدا، فيلم فيتال اتراكشن سنة 1987، الشخصية المجنونة المهووسة أليكس فورست، وبيقولك ان هو اصبح معنى المصطلح من بعد الفيلم، او اصبح شهرته جت من بعد هذا الفيلم، انه معناه ان انت بتكون دخلت في علاقة او بتغرق في علاقة معينة بتكون مضرة ليك، سواء علاقة بقى رومانسية وبتكون خطيرة عليك وعلى حياتك. ففي الفيلم كانت شخصية أليكس فورست كانت يعني حبت رجل معين متزوج، وهو خلاص عايز ينهي العلاقة وكده، ولكن لا خلاص على مين بقى، هي مصرة بكل الطرق ان انت هتبقى الراجل بتاعي، ومصرة انها العلاقة دي ما تنتهيش بطريقة سايكو وطريقة مجنونة. وهنا بيقولك ان الشخصية نفسها بتاعت أليكس فورست اصبحت بيتم النقاش بين المختصين النفسيين وخبراء الافلام، وتتعرض كنموذج يعني في حالة اسمها Borderline Personality Disorder. وزي ما شايفين اهو في التعريف برضو بتاع المصطلح بيقولك ان هو انجذاب يعني او تجاذب ما بين الشخص وشخص اخر او شيء، وبيكون يفتقد للمنطق واللوجيك يعني في التعامل مع هذا الاتراكشن او الانجذاب، وطبعا بيكون ان هو بيسيب عليك اثر خطير. وده تعريف تاني اهو بيقولك ان هو بيكون يعني اكتر من او ما بعد الانجذاب العادي لشخص معين، يعني بطريقة مجنونة شوية منجذب ليك بطريقة مجنونة تسبب لك ضرر. وكمان جه من الفيلم ده مصطلح تاني، يعني مش بس مصطلح فيتال اتراكشن، هو كان طبعا المصطلح نفسه تم استخدامه قبل كده بطريقة علمية بيقولك يعني زمان او فترات قديمة، ولكن بعد كده ظهر في القواميس وبشكل مهم وبدأ ينتشر بشكل كبير من ساعة هذا الفيلم. وفي مصطلح تاني هو باني بويلر، او اللي هو يعني ايه باني الارنب، بتغلي الارنب او ان هي بتسلق الارنب. ده حاجة في اطار الفيلم عشان يعني ما نخشش في تفاصيل قوي الفيلم او نحرقه حتى نهايته. ده كان برضو من الشخصية المختلة اللي موجودة في هذا الفيلم، فاصبحت هذا المصطلح اللي هو باني بويلر بيوصف برضو العلاقات الصعبة اللي موجودة واللي بيكون شخص منجذب ليك بطريقة خطيرة. فالفيلم ده يعني طلع للعالم او خلى في مصطلحين مشهورين جدا في العلاقات والديتنج وكده، اللي هو مصطلح فيتال اتراكشن ومصطلح باني بويلر. يعني باني بويلر ده اللي هو بيكون شخص برضو هيضرك جامد في العلاقة، تكون يعني واحدة مجنونة مهووسة بيك وهتسبب لك مشاكل كبيرة. فيلم شاينا تاون سنة 1974 من اشهر الافلام عن الفساد، وان الفساد ملوش حل في بعض الاحيان وهيفضل موجود ومسيطر. وهنا كان في كتاب اصلا موجود عن الفيلم، والكاتب نفسه كان استخدم مصطلح شاينا تاونيزيشن، ويعني ان هو كاستخدام بقى للمصطلح ومتاخد من الاسم،
ولكن دي كانت في إطار مقال معين اتكلم عنها الكاتب وقال هذا المصطلح اللي هو Chinatownization كنوع من الفساد أو اللي هو رمز للفساد. ولكن المصطلح المهم اللي كان منتشر جدا بسبب هذا الفيلم اللي هو Forget it, Jake, it's a Chinatown. انسى يا جيك انها Chinatown، يعني ما فيش فايدة، ده الفساد متجذر في هذا المكان. واصبحت جملة مشهورة جدا عن الفساد متاخدة من هذا الفيلم الرهيب في السبعينات، فيلم راشمان 1950، فيلم ياباني. الفيلم ده يعني هو من كتر برضو شهرته ونجاحه من اشهر الافلام اليابانية سنة 1950، فاتخذ عنه. وبعد كده ظهر مصطلح اسمه راشمان افكت، يعني التأثير بتاع الراشمان ده. وهو الفيلم نفسه بيحكي عن ان ازاي الشهادة بيكون ساعات ملهاش مصداقية، يعني حادثة معينة كل واحد بيشهد بطريقة مختلفة رغم ان هي نفس الحادث قدام عينيهم، ولكن كل واحد بيقول قصة ورواية مختلفة عن الاخر، سواء بقى كان شخصية الحطاب او واحد من الساموراي او زوجة هذا الرجل من الساموراي او قاطع الطريق، كل واحد بيحكي القصة نفسها اللي قدام عينيك بطريقة مختلفة. فاصبح مصطلح راشمان افكت اللي هو بيتكلم بقى عن عدم مصداقية او انك تصدق الشهود اللي شايفين حادثة قدامك، لان كل واحد هيقول قصة مختلفة. فيلم باكت ليست فيلم من سنة 2007، وفيلم من الافلام برضو الشهيرة جدا جدا لابطال كبار زي ما احنا شايفين، طبعا مورغان فريمان وجيك نيكلسون. طبعا فيلم كان رائع جدا، فاصبحت برضو المصطلح ده اتشهر باكت ليست، ان هو واحد بيبقى ليك قائمة امنيات معينة عايز تعملها قبل ما تموت او يعني لازم تحققها في حياتك. فده تعريفها قدامنا هو، بيقولك ان هي ليست من الاشياء اللي الشخص عايز يعملها قبل ما يموت. وعن الاصل بتاع المصطلح زي ما شايفين قدامنا، بيقولك ان هو المصطلح متاخد من مصطلح كيك ذا باكت، ده مصطلح قديم جدا، ولكن كمصطلح بقى اللي هو باكت ليست نفسه متاخد من السيناريو بتاع فيلم ذا باكت ليست. الفيلم بعد كده الياباني اللي اصبح ظاهره فيلم باتل رويال سنه 2000، ده برضو من المصطلحات او من اسامي الافلام اللي اصبحت بعد كده لها تاثير كبير، يعني مش مصطلح علمي ولكن هو مصطلح اتاخد عنه فكره بقى العاب كتير من هذه النوعيه، اللي هو مثلا بكل الالعاب اللي هي زي ببجي وهذا الكلام، اللي هو بيرميك في مكان معين او تنزل جزيره انت وعدد من الاشخاص ويقول لك بقى موتوا في بعض وواحد بس هو اللي هينجو في النهايه. فده كان قصة الفيلم نفسه، وطبعا الفيلم كان فيه مشاهد دموية رهيبة جدا، وفيلم يعني كان خطير جدا وفيه عنف وقتل كتير، فاتخذت عنه بعد كده ان هو اصبح نوعية، يعني هو اصبح نوع معين من الافلام والالعاب من كتر التأثر بعنوان هذا الفيلم وقصته. جاس لايت سنة 1944، فيلم من الافلام الشهيرة جدا برضو، يعني من الافلام الكلاسيكية القديمة، واصبح بعد كده المصطلح بيستخدم من هذا الفيلم اسمه جاس لايتنج، اللي هو بيكون يعني شخص بيحاول يوهمك ان انت عندك مشكلة، يعني بيحاول يجننك او يوهمك ان انت عندك مشكلة عقلية، بتنسى حاجات معينة، بتعمل حاجات انت مش فاكرها، مش عارف ايه، ولكن هو اللي بيكون مدبر هذا الكلام وانت بتكون سليم تماما، يعني هو شخص مخادع معاك بيحاول يوهمك ان انت عندك مشكلة ما. وده كان المصطلح جه، بيقولك ان المصطلح ده جاس لايتنج جه بعد المسرحية اللي طبعا بعد كده اتاخد عنها الفيلم. فهو بيقولك ان هي سايكولوجيكال مانيبوليشن او تلاعب نفسي، فبيكون الشخص نفسه بيزرع فيك بقى الشك زي ما هو مكتوب كده، بيزرع فيك بذور الشك سواء على الحكم بتاعك او ذاكرتك او ادراكك، بيخليك تشك في هذه الاشياء من خلال التلاعب اللي هو بيعمله. يعني مثلا يسيب لك حاجة معينة او يشيلها من قدامك وانت فاكر ان هي كانت موجودة هنا، فتيجي تسأله لك لا ما كانتش في حاجة هنا، وهو عارف ان هي موجودة ولكن بيتلاعب بيك عشان يوهمك ان انت عندك مشكلة. دي كانت مجموعة من الافلام المهمة اللي كانت عناوينها شيء مهم جدا، واصبح سواء مصطلح في القاموس او القاموس المعاصر او اصبح مصطلح علمي بيستخدم بطريقة معينة، يعني تشكيلة كده كل واحد ليه استخدام معين في عنوان الفيلم نفسه. وطبعا هنا في افلام اكتر من كده ممكن يبقى نتكلم عن مجموعة تانية، ولكن انا حاولت انقي الاهم او الاشهر في هذه المصطلحات. ويا رب تكون الحلقة عجبتكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في حلقات قادمة، ومع السلامة.